ست سميرة، بعد كل يلي حققتي شو كان إنجازك الأكبر؟ الفن أو العيلة؟ هي حياتي كلها يعني الحياة عبارة عن إنجازات، يعني هي الفن طبعاً إنجاز كبير في حياتي، نجاح، إحساس. دايماً أي إنسان لما يحس إنه بينجح فده شيء بيديله ثقة وبيديله حياة وبيديله تفاؤل وبيبقاش بني آدم محبط و يعني دايماً الواحد بيبقى مش محقق حاجات كتير في حياته بيبقى تعبان نفسياً يعني. فأنا البارت ده يعني الحمد لله لحد كبير قوي أنا كنت مبسوطة بالنجاح اللي كنت بحققه، حتى في أوقات أنا كنت متوقفة عن الغنى يعني، أو أنا كان نشاطي قليل حتى في الوقت ده، كان حب الناس ونجاح الحاجات القديمة اللي عندي وتاريخي مع الناس كان بيحسسني طول الوقت إن أنا موجودة معهم. فأنا يعني طول الوقت أنا سعيدة بنجاحي وباللي أنا حققته. على مستوى العائلي برضو حققت حاجات إنجازات عظيمة جدا، عندي ابني شادي بحبه جدا وعايشين لغاية دلوقتي مع بعض. على مستوى الأسري طبعا عندي عيلة تجنن طول الوقت، كانوا بيساعدوني طول الوقت ورايا من وأنا طفلة لغاية دلوقتي، فإحنا أسرة مترابطة جدا بنحب بعض جدا ودايما في ظهر بعض، يعني أي حد محتاج أي سبورت. فدي كل دي إنجازات بالنسبة لي عظيمة يعني. حابين تستمتعون بأحلى أصوات، أحلى اللحظات اللي بنعيشها كمدربين مع بعض ومع المشتركين والمواهب على MBC One. تابعوا حلقات The Voice كل ليلة سبت على MBC One.